بطبيعه الحال. نشاهد الحالات مع كابتن ربيع العفوي، حالات تكتيكيه من هذه المباريات ممكن يبين بها قوه الترجي الرياضي التونسي يوم امس، وحتى الامتياز الدفاعي على الاقل في بدايه المباراه بالنسبه للنادي الفريقي. وبكل تاكيد الامتياز كان تقريبا نفس سيناريو الشوط الثاني ضد النجم الرياضي الساحلي، لكن تغييرات اثرت ومن ذلك سوف ممكن نلاحظ الحاله الاولى، حيث ان النادي الافريقي ولاعبيه لعبوا تقريبا بانضباط، لكن هنا الدور الاول يحاولون الضغط دائما على حامل الكره، لكن الدور ما بين منو بالحداد وبصيرو يتمركزون على اساس انهم لا يتركون مجال لتقدم الاظهره، لاحظ بصيرو امام الشتي وثم كذلك منو بالحداد راح تقريبا كيف يركض منو بالحداد لما تكون الجهه المقابله يدخل كوسط، لما تكون الكره على الجهه اليمنى يضغط على ايهاب المباركي من اجل عدم انه يتقدم، وهنا يعني اعطى توازن للفريق تقريبا. هنا نتكلم دائما قبل التغييرات رغم النقص العددي 4-4-1 تقريبا تنظيم دفاعي كان جيد رغم النقص العددي، هنا على مستوى تطوير الهجمه دائما بن ساحه والهوني يدخل الى العمق من اجل فجر المجال للاظهره سواء كان المباركي وكذلك الشتي، وهنا العمل الذي يقومون به دائما على وسط الميدان طلب الكره من بن ساحه اللي فتح نفسه، لكن هنا لاحظ تقريبا كان توازن لاعب مع واحد مان تو مان، لم تكن هناك زياده عدديه وبالتالي هنا عرضيه وارتقاء جيد للحارس، اكيد كان في محاولات لكن ليست المحاولات الخطيره ممكن مره او مرتين، لكن في الاغلب الاحيان كان النادي الافريقي رغم النقص العددي كان واقف جيد. صحيح. في الحاله الثانيه سوف تشاهد تقريبا نفس الانضباط التكتيكي مع باسيرو مع منو بالحداد، هنا ضغط عالي اعتقد كان مبالغ فيه شيئا ما بحكم الاستنزاف البدني، لكن سوف تلاحظ بان مباشره لما ما يقدرش انه يفتك الكره او يسترجع الكره باسيرو هنا يضغط على حامل الكره مباشرة يحاول يرجع لمكانه من أجل أنه عدم إعطاء الفرصة للشتي أنه يتوغل. هنا الشتي دائما المساندة الهجومية، لاحظ الشتي لاحظ إيهاب باركي ولاحظ كذلك اللاعبين دائما بن ساحة والهوني، هنا الهوني يغير دائما على مستوى طلب الكرة، هنا يطلب الكرة وبنغيد صراحة تمريرة جيدة وهنا صنع الفريق الذي كان خاصة على الجهة اليسرى، منو بالحداد يختلف مع بصيرو، منو بالحداد يكمل لكن بصيرو لا يكمل مع الظهير الأيسر وبالتالي كانت هناك زيادة عددية. هنا كذلك تقريبا وان تو مان ومنو بالحداد الدور الذي يقوم به في رايي الشخصي كان تغيير منو بالحداد، اعتقد بانه لم يوفق المدرب في تغييره خاصه وان غيره في وقت مبكر لانه اللاعب الوحيد اتكلم عن المهاجمين يقوم بالتغطيه كما ينبغي حتى على المستوى البدني، اعتقد بانه لم يكن متاثرا وبالتالي ممكن هذا هو الخطا او خليني نقول المدرب لم يوفق في تغيير منو بالحداد. الحاله الثالثه سوف توضح بعد دخول الزمزمي وصابر خليلها، نتكلم دائما على جزئيات تحسم مباراة، ممكن في هذه اللقطة سوف نتكلم على الجزئيات وهي الحالة اللي كان تقريبا هجوم فريق الترجي متوفق على متفوق عفوا على دفاع فريق النادي الإفريقي، ممكن تجينا الحالة، الحالة سوف يكون هناك توقف شيئا ما في بداية الحالة، هنا عادي مسألة تشتيت الكرة، لاحظ العقربي يطالب باش أن يدخل، لاحظ زمزمي وصابر خليفة كابتن، زمزمي وصابر خليفة في نفس المنطقة، المفروض أن واحد فيهم يكون أقصى اليمين، هنا زمزمي وصابر خليفة ممكن أنه الإعادة سوف تلاحظ هنا عملية ترانزيشن اللي تكلمنا عليها واللي صراحة يتفوق فيها الترجي وتعرف سرعة، هنا اتجاه الكرة لاحظ وترى لما يسقط على أساس أنه يكون كصانع ألعاب، لاحظ شتي ولا لاعب أمامه سوف يستغل هذا الفراغ من أجل أن يتقدم، وهنا الخطأ اللي تكلمت عليه، سوف تلاحظ 3-4 في الوهلة الأولى، طلب الكرة من اللاعبين زمزمي وكذلك قصاب لن يقوما بمتابعة اللاعبين، ولاحظ معي صابر خليفة المتأخر لو كان منو بالحداد كان ممكن أن نشاهد هذا في إنهاء الهجمة 1-2-3-4-5 ضد 4 لاعبين للنادي الإفريقي ويتم تسجيل الهدف، أعتقد هذه هي الجزئيات اللي تكلمنا عليها لأنه في الحالات تقريبا كان على الأقل توازي أو تساوي في عدد يعني ما بين لاعب الترجي ولاعبي النادي الإفريقي، في هذه الحالة أعتقد دخول الزمزمي صابر خليفة أثر سلبيا على تنظيم وانضباط النادي الإفريقي من الناحية الدفاعية.